بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم مهندس اشرف رمضان. ان شاء الله النهارده هبدا سلسله ان شاء الله تنول اعجاب جميع المهندسين. هبدا اخد مخططات فعليه احنا بنشتغل عليها في المشاريع، ونبدا نشوف المخطط متكون ازاي. طبعا انا بدي الفكره الاساسيه للتكوين، مش هدخل في تفاصيل المخططات بالتفصيل. هدي للمهندس ازاي او للفني يعرف ازاي يقرا مثلا مخطط خاص بانظمه اللو كارنت. النهارده موضوعنا عن البابليك ادرس سيستم. البابليك ادرس سيستم، البابليك ادرس سيستم ده نظام النداء الالي، نظام بالعربي نظام النداء الالي. اي مشروع من المشاريع بيبقى فيه عبارة عن نظام اقدر اشغل سماعات، اقدر اطلع من السماعات دي صوت. طب الصوت ده جاي من فين؟ بيبقى جاي من راك. الراك ده فيه اجهزة او مكونات تقدر تطلع لي صوت. ممكن اشغل من سي دي او دي في دي، ممكن اشغل راديو، اشغل اي ام او اف ام راديو، ممكن اشغل صوت او ساوند من لابتوب، ممكن اشغل الاذان تمام على هذا النظام. يبقى النظام ده احنا بنسميه نظام النداء الالي. طبعا في ناس هتقول لي طب هو نظام النداء الالي البابليك ادرس سيستم وفي الساوند سيستم، الاثنين فيهم مكونات رئيسيه زي السماعات تمام. ده العنصر المشترك بين الساوند سيستم والبابليك ادرس سيستم. بعض الانظمه بنقول تقريبا نظام البابليك ادرس سيستم هو نظام الساوند سيستم. لو انا شفت في اي مخطط يا شباب، لو انا باجي في اي مخطط بيبقى في عندي اول حاجه بعمل نوتس، ملاحظات عامه على السيستم بتاعي. ولازم ادي المهندس على اليمين كده في المخطط اديله الليجن، اللي هي القائمه اللي فيها كل رمز موجود على المخطط والرمز ده معناه ايه. يبقى انا لازم اكتب حاجه بنسميها النوتس، الملاحظات، واكتب الليجند اللي هي الرموز الموجوده على هذا المخطط. طيب تعال نبدا نشوف احنا بنقسم الموضوع ازاي. طبعا حسب المبنى، انا هنا عندي مبنى، في عندي على اليسار كده في المخطط. طبعا الاول مخطط ده انا ببدا بيه، هبدا اشرح اهم حاجه في النظام اللي هو الرايزر دايجرام. يبقى انا هشتغل دلوقتي على مخطط الرايزر دايجرام. يبقى ده مخطط ايه يا شباب؟ مخطط الرايزر دايجرام. الرايزر دايجرام اللي هو بيسموه بالعربي مخطط الصواعد، مخطط الصواعد. مخطط الصواعد ده في ناس بتسميه رايزر دايجرام في الكهرباء، في الباور كنا بنسمي حاجه بتوضح لي الفلو او الكهرباء ماشيه ازاي بنسميه سنجل لاين دايجرام. في اللو كرنت بنسميه الرايزر دايجرام او مخطط الصاعد الخاص بهذا النظام. بنيجي هنا على اليسار بنحط الادوار بتاعه المبنى. انا في عندي مبنى بيزمنت تمام، بيزمنت فلور اللي هو المبنى او الجزء الخاص بالقبو. وبعد كده ببدا ادي جراوند فلور اللي هو الارضي. في عندي الفيرست فلور، في عندي السكند فلور، الثيرد فلور، ولو في حاجه على الروف تمام من الانظمه دي سماعات خارجيه مثلا جداريه بحطها، ما فيش يبقى ما فيش عندي على الروف، يبقى السماعات موجوده داخل المبنى فقط. طيب تعالى نبدا نشوف ايه الكومبوننت الرئيسيه الخاصه بعمليه البابليك ادرس سيستم. اول حاجه لازم نعرفها في البابليك ادرس سيستم، المكونات الرئيسيه اللي بتاخد معانا وقت في التمديدات. اول حاجه السماعات يا شباب، اول حاجه السماعات. انا في عندي هنا في المشروع في عندي نوعين من السماعات. في عندي سماعه اللي هي سقفيه بتركب على السقف على الدروب سيلينج، بنسميها سيلينج ماونتد سبيكر. يبقى دي سماعات سقفيه يا شباب بنسميها السيلينج ماونتد سبيكر، السماعات اللي بتتثبت على السيلينج او على السقف الساقط او السقف المعلق تمام، او بيسموه الفول سيلينج. مهم جدا في السماعات لازم تكتب لي السماعه دي كام وات. فهنا في المشروع عندي انا كنت بستخدم تمام 5 وات سيلينج سبيكر. يبقى اول حاجه السماعات، شفنا خلاص السماعه السقفيه،
بنسميها سيلينج ماونتد سبيكر. ركز يا باشمهندس لان ده اكتر نوع شغال معايا، تمام، اللي هو السيلينج ماونتد سبيكر. لازم تحدد قيمه الوات او القدره لكل سماعه. فهنا انا عندي سماعات سيلينج ماونتد القدره بتاعتها 5 وات. هناخد ان شاء الله في فيديوهات قادمه ازاي نعمل الديزاين ونحسب الباور الخاصه بكل سماعه، وازاي نوزع السماعات وتوزيعاتها بتبقى بناء على ايه، وايه البرامج المستخدمه في عمليات التوزيع. النوع الثاني اللي هو السماعات الجداريه اللي بتركب على الحيطه على الجدار، دي بنسميها وول ماونتد سبيكر. وول ماونتد سبيكر سماعه بتركب على الجدار. يبقى انا في عندي سيلينج ماونتد سبيكر، في عندي وول ماونتد سبيكر. زي ما قلنا هنا السيلينج ماونتد سبيكر في المشروع كانت عندي 5 وات، هنا عندي الوول ماونتد سبيكر 20 وات. يبقى الوول ماونتد سبيكر هنا 20 وات. يبقى انا خلصت من المكونين الرئيسيين عندي اللي هم السماعات. لو احنا ركزنا لازم نيجي هنا في الليجند وندي رمز. انا بدي رمز مثلا دايره كده اهو، تمام، وعامل لها تهشير وكاتب ان دي سيلينج ماونتد سبيكر 5 وات. يبقى خلاص لو الرمز ده اتغير مش ستاندرد، يبقى يقدر الراجل اللي بيصمم البابليك ادرس سيستم رايزر ده يقدر يحط اي رمز من عنده. طيب الرمز الثاني رسمت رمز كده انا يدوي كده مثلا او واخده من اي مكان وعامل شكل سماعه وكاتب عليه وول ماونتد سبيكر ان دي سماعه بتركب على الجدار، مقدار القدره الخاصه بهذه السماعه 20 وات. هبدا اوزع السماعات دي في الادوار. طيب انا عايز اقول والله الدور الارضي فيه عدد معين من السماعات بنوع معين، الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث وهكذا. يبقى انا لازم هاجي هنا زي ما شفنا هنا البيزمنت، بعمل خط فاصل كده والحاجات اللي موجوده في البيزمنت هي اللي هتبقى ايه في الجزئيه بتاعت البيزمنت. طيب الجزء الخاص بالجراوند فلور السطح الجزء اللي في الارض اهو، ده موجود فيه مجموعه من السماعات وموجود فيه الراك وموجود فيه الورك ستيشن. الجزء اللي هو في الفيرست فلور ما فيهوش غير سماعات، هنا سماعات هنا سماعات. طيب انا دلوقتي في عندي اساليب عشان ابدا اتحكم في بعض الاماكن ما بيبقاش فيها حاجه بنسميها الفي سي. ايه الفي سي ده؟ انا هدي له رمز كده اهو، عملت كده مربع حطيت نقطه اي رمز، تمام، وسميته فوليوم كنترول. في بعض المشاريع انت بتلاقي عندك سماعات الصوت اللي بيطلع من الكنترولر هنا او من الراك الرئيسي، تمام، ما بقدرش اتحكم فيه غير من الراك الرئيسي. طب انا لو انا في عندي غرف، تمام، عايز اتحكم في مستوى الصوت الخاص بمجموعه سماعات في غرفه مثلا قاعه اجتماعات او كده يعني، تمام، او بعمل كنترول في غرف معينه، فبركب على السماعات اللي عايز اتحكم فيها حاجه بنسميها فوليوم كنترول، التحكم في الصوت. وهنشوف صور وشركات بتصنع الفوليوم كنترول، هنشوف اشكاله بالتفصيل وتفاصيل تركيبه كمان، هو ازاي بيتحكم في الصوت، ازاي بعلي او بوطي الصوت، وازاي اعمل عمليه الكنترول. يبقى اول مكون يا شباب عشان ما ننساش، تمام، السماعات، في منها سماعات سقفيه سيلينج ماونتد سبيكر 5 وات، وفي عندي السماعات الجداريه، تمام، او الحائطيه اللي هي الوول ماونت سبيكر هنا 20 وات. وعشان اقدر اعمل كنترول على هذه السماعات او بعض هذه السماعات بستخدم نظام التحكم في الصوت اللي هو الفوليوم كنترول. بعد كده لازم السماعات دي لازم انا اوصلها باسلاك، لازم اخد من السماعه دي للسماعه دي واوصل كل دول عشان اروح للراك اللي فيه الكنترولر. فهنا انا كاتب، تمام، راسم خط كده وكاتب ان السلك اللي هستخدمه في السماعات، السلك اللي هستخدمه في السماعات سلك 2.5 ملم تربيع سي يو. يبقى انا هستخدم سلك نحاس الكروس سكشن اريا مساحه مقطع القلب لهذا السلك 2.5 ملم تربيع. طب انا هستخدم سلكه واحده؟ لا، بستخدم 2 كور، بستخدم 2 كور. يبقى 2 سي، 2 سي معناها 2 كور في 2.5، 2.5 ده مساحه مقطع الكابل او بنسميها سي اس اي الكروس سكشن اريا، وحدة قياسها بالمليمتر تربيع، نوع المادة المستخدمة في الكوندكتنج أو في التوصيل في هذا الكابل اللي هو سي يو النحاس، ده نوع شيلد تايب كيبل بيبقى راكب داخل كونديوت. يبقى أنا لازم هعمل هنا إيه؟
في عندي الجبل وداخل كونديوت. انا مدي ملاحظه هنا على الكونديوت، لازم انا عندي اهو 2 ونص فاير ريتد كيبل، لازم الكابل بتاعي يكون فاير ريتد كيبل مضاد للحريق او بيتحمل درجات حراره معينه، تمام، واستخدمه داخل الكونديوت. دي ملحوظه مهمه جدا، لازم انت في الديزاين تحط الكروس سكشن اريا الخاص بالكونديوت. انا كاتب هنا اول كونديوتس، كل المواسير، تمام، فور البابليك ادرس سيستم، نظام الاستدعاء او النداء الالي شود بي، هتبقى كام؟ 25 مللي. في ناس تقول لك 20 مللي، تمام، دايمتر. انا هنا عايز مواسير 25 مللي متر، يا اما بتبقى اكسبوزد خارجيه، تمام، بتبقى فوق الدروب سيلينج، بتبقى مواسير الاي ام تي المعروفه، تمام، الالكتريكال ميتال تيوب، او بتبقى بولي فينايل كلورايد اللي هي مواسير البي بي سي. طبعا احنا عارفين من اي بي سي في الهندسه، لو الماسوره خارجيه بنستخدم الاي ام تي، لو الماسوره امبيدد ان الكونكريت، يعني الماسوره دي تمام موجوده داخل السلاب او صبه الخرسانه، فاحنا بنستخدم الكونديوت اللي هي البي بي سي كونديوت، البي بي سي كونديوت. يبقى انا خدت السماعات وربطت السماعات بسلك، والسلك ده مقرر فيه ماسوره، كاتب هنا طبعا على الداش لاين ده هنا اهو، كاتب 2 كور 2 سي في 2.5 ملم، تمام، يبقى ده مساحه مقطع الكابل ملم تربيع سي يو نحاس شيلد تايب، والماسوره هنا بي بي سي، يبقى الماسوره دي يا شباب في الجزئيه دي محطوطه في الخرسانه، او لو انا جاي مثلا كاتب ان الماسوره دي اي ام تي، يبقى الماسوره دي ماسوره خارجيه، يبقى ده سلك نحاس معزول 2 قلب 2 كور، كل كور منهم 2.5 ملي. طيب انا هاخد من مجموعه السماعات دي واروح للراك، هاخد من التانيين واروح للراك، وهكذا اجمع كله في الراك. الراك هنا عندي في الجراوند فلور. طيب انا دلوقتي عايز انا ما يحصلليش كونفليكت او يحصل عندي تداخل في موضوع السماعات، فلازم ارقم السماعات. فانا بقول والله ترقيم السماعات بيتم ازاي؟ انا بقول نوع السماعه سيلينج ماونتد مثلا، هديها سي، تمام، اس سيلينج ماونتد، اس سي سيلينج ماونتد، اس يعني سبيكر واحد على زد واحد، دي اللي هي الزون بتاعتي، وبديها سيريال معين. يبقى انا عندي سيلينج ماونتد سبيكر، سيلينج ماونتد سبيكر، يبقى سي اس، وممكن اقول وول ماونتد، يبقى دبليو دبليو اس وول ماونتد سبيكر واحد، واقول زون وديها ترتيب معين. تعالوا نبدا نشوف الكلام ده، يعني انا عندي هنا سي اس سي اس، تمام، 19 مثلا، الزون او الزون الاولانيه، ودي النمبر، ادي السماعه الاولانيه دي، تمام، موجوده اهي زون واحد لحد، تمام، زون 2 زون 3 وهكذا، اهو في عندي اهو زون كامله، زون واحد. طبعا هنا الارقام 19 و20 والكلام ده اللي هو رقم السماعه، يعني انا بدات هنا مثلا سيلينج ماونتد سبيكر 01، دي السماعه الاولى، السماعه الاولى في الدور ده، تمام، السماعه الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا لحد ما وصلت السماعه رقم 19، وبعد كده كملت سماعه 20 وسماعه 21. دول يا شباب راكب عليهم فوليوم كنترول، ممكن يبقى في غرفة قاعة اجتماعات، في غرفة مدير، أنا أقدر أتحكم في مستوى الصوت عندي. يبقى أنا عرفت سي اس معناها سيلينج ماونتد سبيكر رقم واحد عشان أبدأ أرتبهم في الزون واحد. بعد كده أنا مقسم التانية دي زون اتنين، يبقى أنا ممكن في الدور في عندي زون واحد وزون اتنين، أو في الدور نفسه في زون واحدة بس، أو في كذا زون، ممكن الدور يبقى فيه 2 زون، 3 زون، 4 زون، حسب حجم المبنى وكمية السماعات اللي متوزعة في هذا المبنى. يبقى أنت لما تشوف سي اس معناها سيلينج ماونتد سبيكر، وده الرقم اللي هو رقم السماعة، زد واحد زون واحد، تمام؟ زون واحد اللي هي الزون سيريال نمبر اللي احنا قلنا عليها، زون واحد، زون اتنين، ده موجود في الجراوند فلور، بعد كده في الفيرست فلور في زون واحد وزون اتنين برضو، تمام، ادي في عندي زون واحد زون اتنين، خلاص. طب عشان اميز، لو انا ما كتبتش ان دي فيرست فلور اسميهم بقى ايه؟ ادي زون واحد زون اتنين زون تلاته زون اربعه زون خمسه زون سته زون سبعه زون تمانيه.
في ناس بتسميهم باسم الفلور، يعني انا مثلا زون دي هسميها زون فيرست فلور، تمام؟ فيرست فلور. زون ثانيه سكند فلور، تمام؟ فيرست ثيرد فلور، تمام؟ يبقى انا ممكن اسميهم بارقام زونز، يبقى انا في ببقى عارف ان زون 1 وزون 2 في الدور الارضي، زون 3 وزون 4 في الدور الاول، زون 5 و6 في الدور الثاني، زون 5 و6 زون 7 و8 في الدور الثالث، وهكذا. يبقى انا قسمت السماعات لزونز. طب الزونز دي بستفيد منها ايه بقى؟ ان انا باخد كل زون، وده يفضل، واركبها على باور امبليفاير، وده البطل بتاعنا، ان السيجنال بتاعتي بتطلع ضعيفه، فانا لازم اعمل باور امبليفاير، يعني مكبر قدره. مكبر القدره ده انا بحسبه حسب عدد السماعات اللي راكبه عليه. يعني انا مثلا زي هركب 20 سماعه، 20 سماعه، 20 سماعه، كل سماعه 10 وات، يبقى في عندي 200 وات. يبقى انا باخد ال 200 دي وبضربها في سيفتي فاكتور غالبا 1.25، وبشتري باور امبليفاير، تمام؟ يديني سي مثلا يطلع الرقم ده 250 وات، يبقى انا هشتري باور امبليفاير 250. او انا مثلا عندي سي مثلا دي 8 وات، او عندي سماعه 6 وات، وهنا في عندي 10 سماعات، يبقى انا 6 في 10 ب 60 وات، اضرب في 1.25 هتطلع مثلا سي 75 وات. مفيش عندي باور امبليفاير 75 وات، وفي عندي مثلا سي 100 وات، يبقى انا هشتري باور امبليفاير 100 وات. يبقى انت بتجمع السماعات، هناخد معادلات اكزاكت والبرامج اللي بتخليني اقدر احسب الباور امبليفاير بالظبط كام، بس احنا بنقول عمليه تقريبيه. فانا هنا عندي في الراك في عندي باور امبليفاير 200 امبير 200 وات، سوري، و200 وات و200 وات و100 وات وهكذا، واخد الزون الاولانيه مثلا مديها 200 وات، الزون الثانيه مديها 200 وات، حسب بقى تجميعه السماعات اللي عندك. في زون هنا مثلا الدور ده راكب عليه عدد سماعات قليل، فمديله 100 وات حسب الحسبه بتاعتي، ركبت كذا باور امبليفاير. طبعا داخل الراك بيبقى فيه حاجات ستاندرد، لازم يبقى فيه فنتليشن فان يونت، لازم يبقى الراك ده مكيف، في عمليات تبريد بتتم عشان الكومبوننت اللي موجوده معاه تبقى موجوده، تمام، في درجه حراره مناسبه، ولازم يبقى فيه عندي باور سبلاي، ويبقى فيه عندي كمان يو بي اس ان انتربتبل باور سبلاي موجود داخل الكابينه. طبعا هنا بيبقى في عندي الجزئيه الخاصه بالنتورك ايديو ادابتور، وفي عندي الانظمه اللي انا اقدر اشغلها زي السي دي والدي في دي، اقدر اشغل اي ام امبليتود مودوليشن واف ام فريكوانسي مودوليشن اللي هو الراديو بتاعي، وفي عندي جرافيك ايكولايزر، في عندي البيجنج ماتريكس، في الزون سيلكتور عشان اقدر اسلكت انهي زون منهم، ده مهم جدا، عايز اشغل صوت على الزون الاولى بس، عايز اشغل صوت في الدور الثالث كله بس، يبقى انا لازم استخدم الزون كونكتور. وبيبقى في مونيتورنج او مونيتور يونت اقدر اشوف منها الكلام اللي انا بعمل بيه السيتنج، ودي المكونات الرئيسيه اللي موجوده داخل الراب. طبعا بوصل من النتوركينج على اللان، واحنا قلنا لان قبل كده في محاضره الداتا لوكال اريا نتورك، وانا باخدها بروح على البابليك ادرس ورك ستيشن. الورك ستيشن دي بتبقى عباره عن جهاز كمبيوتر عشان اقدر اشوف وسطب البرنامج اللي انا هبدا اشتغل عليه، واقدر اعمل مونيتورنج من الشاشه هنا، واقدر اطبع ريبورت مثلا من البرينتر وهكذا. يبقى انا في عندي هنا ورك ستيشن. طبعا هنا بركب بسويتشات، ده راكب بسويتش، سويتش هنا ممكن اركب عليه انا عايز ادخل صوتي، عايز ادخل الاذان مثلا، لازم يبقى في عندي مايكروفونات، وموضوع المايكروفونات مجال مفتوح كتير جدا، انواع مختلفه من المايكروفونات. هنا عندي الكونسول مايكروفون ويز الزوم سيلكتور كيباد، يبقى انا هنا في عندي مايكروفون. وببساطه نقدر نقول نظام البابليك ادرس سيستم او نظام النداء الالي ده نظام بسيط جدا، من خلال الرايزر دايجرام دلوقتي انا ابدا ادخل على المخطط، وبسهوله جدا اقدر افهم ايه اللي موجود داخل هذا النظام. في عندي سماعات زي ما قلنا، سماعات سقفيه سيلينج ماونتد سبيكر 5 وات، في عندي سماعات جداريه الوول ماونتد سبيكر 20 وات، تمام، وتوزيعة هذه السماعات في الادوار. طبعا السماعات بنديها ترقيم بشكل معين، زي ما قلنا الترقيم بيبقى نوع السماعه سيلينج ماونتد سبيكر،
واديها ترقيم ورقم الزوم، وهنا ممكن احط دبليو اس اللي هي وول ماونتد سبيكر واديها رقم الزوم. طبعا متوصلين من خلال كابلات، وقلنا مواصفات الكابل 2 في 2.5 فاير ريتد كيبل، تمام، الخاص بكابل اللي هيربط بين السماعات. الكابل ده طبعا بيبقى موجود في مواسير يا اما اي ام تي او مواسير بي في سي. قلنا لو مواسير خارجيه بتبقى اي ام تي، او مواسير داخليه داخل خرسانه بتبقى مواسير بي في سي. بنجمع كل السماعات دي وبندخل بيها على الراك. الراك فيه باور سبلاي وفيه يو بي اس، ولازم يبقى فيه عمليات تهويه او فنتليشن، تمام، فوق في الراك. بنحط بعد كده نرص الباور امبليفاير، تمام، الخاصه بكل زون. ممكن نركب كذا زون على باور امبليفاير، او ممكن نركب لكل زون باور امبليفاير. في نتورك اوديو ادابتور، في عندي الانواع اللي بقدر ادخل بيها الصوت زي السي دي والدي في دي، اقدر ادخل صوت راديو من اي ام واف ام، صوت كمبيوتر، اقدر ادخل صوتي ان انا استخدم مايكروفونات. طبعا الراك ده متوصل بسويتش من خلال اللوكال اريا نتورك، وواصل بالورك ستيشن، هي عباره عن جهاز كمبيوتر اقدر اسطب عليه البرنامج، واقدر اشوف البرنامج بتاعي، واقدر اعمل مونيتورنج، واقدر اعمل برينتنج للريبورتس اللي انا عايزها. ان شاء الله موضوع اللو كارنت سيستم هبدا اشتغل في المحاضرات اللي جايه على مخططات فعليه، تمام، لكل انظمه اللو كارنت بالتفصيل. انتظروني في فيديوهات قادمه في سلسله المخططات الخاصه باللو كارنت سيستم الموجوده في اي موقع او في اي مشروع. ارجوكم الناس تحاول يا اخواننا تساعدنا في ان هي تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب، تمام، عشان تساعدني في ان انا اقدر استمر في موضوع الفيديوهات بهذا الاسلوب. واعذرونا على التقصير لان الامكانيات في موضوع الاخراج والابلودنج والتحميل لسه انا بادئ جديد فيه، بس ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله كل مره هيبقى في تطوير في عمليات الشرح. واشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.